الرحمن الرحيم. النتيجة النهائية لانتخابات التجديد بنقابة الصحفيين التي أجريت الجمعة الموافق 15/3/2019 ننبه إلى الآتي: أن اللجنة القضائية التي أشرفت على هذه الانتخابات قد أعياها الجهد وتحتسب ذلك عند الله تعالى. ثانيا، أن اللجنة لا مندوحة لها إلا أن تطبق حكم القانون الساري على الوقائع التي أسفرت عنها صناديق الانتخاب. ولكم الآتي: هنعلن فوز اللي تحت السن أولا. لماذا؟ لأن لهم حماية تشريعية في المادة 37 من قانون نقابة الصحفيين الحالي. وبناء عليه يعتبر فائزا بمنصب عضو نقابة الصحفيين تحت السن طبقا للأرقام التي أسفرت عنها الصناديق. الأول محمود كامل أفريقا. وحصل على 2107 صوت. اثنين حماد سعيد. حصل على 1288 صوت. يا باشا. ثلاثة محمد يحيى محمد يوسف 1154 صوت. وذلك عمالا للمادة 37 من قانون نقابة الصحفيين. ثم نعلن من هما فوق السن برضو طبقا للقانون: خالد طه عميري، حصل على 2003 صوت. محمد شبان عبد العزيز بدوي، وحصل على 1991 صوت. 61 هشام محمد حصل على 1475 صوت. وبهذا نهنئ السادة الفائزين ونهنئ السيد النقيب، ونتمنى لهم في ظروف هذه الفترة التعاون والمحبة لبناء مصرنا الجميلة.